عادل مبروك، ودايما بتقول البدايه الجيده بتعطيك السيطره من بدايه المباراه. يمكن الكابتن بلال قال لي حاجه في بدايه الاستوديو، قال لي لو بدانا كويس وفي شراسه انك انت هتكسب ما تكتفيش بالهدف وتقعد او تجيب جول وتنام عليه. نادي الاهلي النهارده يعني زي ما نقول تفوق لاعبا ونتيجه، كان في شراسه بعد الهدف ان انت عايز تجيب جول تاني، كان في يعني هدوء بعض الشيء او نقول دلع شويه، ولكن اعتقد ان النادي الاهلي النهارده زي ما قال كابتن شريف لاعبا ونتيجه تفوق على الداخليه. والله يا كابتن انا مبروك ثلاث حاجات ورا بعض، مبروك الثلاث نقاط، اهم حاجه مبروك الخروج من الملعب بدون اصابات ودي حاجه مهمه جدا، مبروك لاستمرار الفوز رقم 11 على التوالي ودي حاجه مهمه. ادخل بقى في الماتش سريعا كده كابتن، ادخل في الماتش سريعا، انا زعلان جدا من الهدف اللي دخل فيه. وانا برضو. ليه بقى يا كابتن ايمن؟ اديك احصائيه غريبه شويه. النادي الاهلي افضل نادي تهديف قبل اكتر دلوقتي اكتر من بيراميدز بحوالي 8 اهداف. يعني 8 اهداف كاملين اكتر من بيراميدز. باهداف يعني باهداف اليوم كويس، ولكن اقل من بيراميدز لعب المباريات واكتر من بيراميدز احراز اهداف في استقبال استقبال الجولي. تمام يا كابتن. أيوة. ده اللي مزعلني، كونك انك انت في مباراه زي النهارده يدخل فيك هدف، فدي في حد ذاتها دي اللي انا عايز اقول لك عليها، اللي هي كان عدم اللي هو اقولها باني يعني استهتار شويه، وانا ما بحبش اللاعب يعني في الوقت اللي انت بتكسب فيه ما تستهترش في اي لحظه، لان الفرقه لما انت تيجي تقسمها اتنين يا كابتن اي فرقه في الدنيا كده، لما يجي مدرب يحكم ما بين فرقته او يعمل احصاء لفرقته عارف بيقول ايه؟ بيقول المهاجمين نجحوا كسبوا، المدافعين خسروا. يعني النهارده المدافعين خسروا والمهاجمين كسبوا، انت فاهمني؟ رغم ان لعيبه نص الملعب بتخدم الاثنين، بتساعد في انك تجيب جول وبتساعد انك يمنع منك جول، لكن في اخر الامر مبروك الثلاث نقاط. فرقه الداخليه يا كابتن نايم اخر 6 ماتشات عملت اقصى ما عندها مع الفرق، خسرت 3 مباريات، اتعادلت، كسبت مباراتين وتعادلت مباراه. انت لو بصيت لفرقه الداخليه تبص تلاقيها بتحضر للسنه الجايه. لا بتحضر للسنه الجايه في الدوري الدرجه الاولى في المحترفين. محترفين دي حقيقه. حضرت قبل ما تنزل. وانا بعني الكلمه بتاعتي دي تماما يعني. حضرت ازاي يا كابتن؟ معلش قول لنا حضرت ازاي؟ يعني هي جابت مدرب متمرس في الدرجة الثانية عيد مرازيق، فتحضيره للدرجة الثانية دي حقيقة، يعني أنا بقول لك حقيقة. المفترض أنك أنت تلعب وتجاهد، عنده لعيبة كويسة جدا، الداخلية يعني مش من الفرق اللي لعبتها منتهية خالص، بالعكس عندهم أكتر من 3-4 لعيبه عندهم خبرات كويسه وعندهم 3-4 لعيبه كويسين قوي. طيب امال اللي وصل له دوت نتيجه ايه؟ التغيير كتير وعدم الاستقرار، ودي انت عارف الداخليه من اكتر الفرق اللي غيرت مدرب السنه دي، يعني دخل في 4 بتاعي الداخليه والمقاولين 4 او 5